بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أما بعد، إله سبحانه وتعالى يا ما تسكله إله سبحانه وتعالى نقدر المسلمين نسيج دين تأدونك أخر في البطن أيام هذا الكلام. أنت أسكتي ولا ليال سأهر إلي كل شيء لي وحاجره ولا لا صادر بضي وانو وعيكلين إلى تلين صوت أقفك بالآدنك أو مسلمك أه مر والبحو بحني هي وانو إن قلبي جيس ومر والبعسرية أيو بحني هي وإلهي كبق وإلهي ودواده سيدات الدرس دولة على إلهي سبحانه وتعالى قرآن كله كل يحي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نوم محمد واني وانا ذو حي وح أتريسا تذكر مسلمين تأهي تذكر مؤمنين تأهي أي وح أتريسا واني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وانا ذو حي وح أترتا تذكر مؤمنين تأهي ملك ولا ليال إن شاء الله بيت الله الكريم وانا قود أيان وذا شيء يعني إن شاء الله بيت الله الكريم إنتو إلهي وافجيو وأنا ضاصل إله هذه الكلمة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا ليال قفك بالعادة كأه مر والبو حارض البو وحبه إله سبحانه وتعالى مر والبه جوب حارض البه قصونا وحبه إله سبحانه وتعالى سيدا صدرت وحقوه ريس وقفك بالعادة كقلبي يسمر وبقلنا وحيطاه إنه إلهي كوجيده إنه إلهي كبغدي وحول بقات سميني سيد إن إلهي سبحانه وتعالى كوجر أقو وإلهي عبسديسة كدقناو إلهي كبغ رسول صلى الله عليه وسلم حديثة قصب نوحو ليهي اتقوا الله حيثما كنت إلهي سبحانه وتعالى كبغ مالو البقات جوتان مرك إلهي سبحانه وتعالى كبغنو وحالتك هوات يقفوا بالآدن كقلبي يسو قصب نانيسو ميدا لبعض ولا ليال وحاويان إنا صلاة وقت يدا كتكني صلاة إنا وقت كذا كنت كنا وإلهي سبحانه وتعالى نأمري شرط صلاة وقت كذا إنا كنت كتير معناها قلبي هذا كشوب إلهي سبحانه وتعالى وكحفظة يا ربا تضي لبكي والولكي وحرنا إلهي سبحانه وتعالى وكا إلهي سبحانه وتعالى وكعاونا يا من دستحات وحاويان صبر ولا نيان عن صبرنا لباتير هذين قبصته ما صبكرنا بالآدنا الله مرك ولا ليلا اسكدين إنا صبرنا إلهي سبحانه وتعالى وعليا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مرك ولا ليلا عن صبرنا صبرك وأد شيء أد وقاليه مرك ولا ليلا سدح ذاس كوله كلك سيد إلهي أود وانكرت مرك مرك أنت السميسيد إلهي وأود وانكرت لك سيد إلهي سبحانه وتعالى أسد وانكرت معي وإن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس أخلصها ما نور بإنا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا هبأها تهل آيات هبأها تلو آيات إنا أقلسا صوت إلهي سبحانه وتعالى قرآن كاو كل أسوة الجيل ليتدبروا آياتي وليتذكروا للألباب إن لو تدبروا ولو خشوعوا ووحو نفرا إنا سمينو وحو نقر هواين إنا كرر سمو إلهي سبحانه وتعالى أسوة الجيل قرآن كاو كو مركة لوات وإنا ذكر إلهي سبحانه وتعالى عربك هذا كسهر إلهي سبحانه وتعالى حليه فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يحس أيضا حس حسك إلهي نحس أنا وإنه إلهي سبحانه وتعالى فما نصينا وإنه إلهي نهانونينا وإنه إلهي سبحانه وتعالى وحكس أجعلنا أو ودي سنمصينا ها إلهي سبحانه وتعالى مكا حسنا فاذكروني أذكركم واشكروني يوشكري مكا إذن سيجو نعمة صور أن ولا تكفرون هاني وكفرين إلهي سبحانه وتعالى بس لي إلهي سبحانه وتعالى تكلم إليهم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلهي سبحانه وتعالى كبقا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى حسن إنت صادت قصة بحديد أو إنت صاد قبستي إن شاء الله بإذن الله الكريم إنت صايا وانا نوفلا إنت صايا عبر غالش نوفلا إنت صايا دذان نوفلا قفك لقيه لا إنت والله وحن أجهي إنه إلى سبحانه وتعالى وذقر أفر رأيه إلى سبحانه وتعالى القرآن يشرح كله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قف كدون إنه إلى سبحانه وتعالى هنوني قف كدون إنه إلى سبحانه وتعالى وضلت وصن كتوسيه وحو قلبي يسكو كل ذا يشرح صدره للإسلام قلبي يسوي إسلام دين إسلام قلبي يسوي كسوغا أو كنا قاليا إلى سبحانه وتعالى يقول قلبي قوضا إسلام ككل كلا إيمان كإتقوى إلهي سبحانه وتعالى
ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaa tawfiqad inuu waafajiyo. intaas ayaan idin soo gudbinaya anigoo walaalkiin ah waano iyo la talin. marka walaalayaal, noqda alladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana, hanu isku soo duceeyo walaalayaal muslimiina la yahay, ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu adduunkan khayr iyo caafimaad na siiyo, aakhirana jannatu alfirdaws alacla insha allah bitmaani alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.